موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا ومرحبا بكم. فرع الشرطة العسكرية في عفرين يلقي القبض على المسؤول عن التفجير في حي الأشرفية وشارع راجو الذي حصل منذ أيام. تسير دورية عسكرية تركية روسية مشتركة في منطقة عين العرب كوباني شرق حلب، وهي الثانية خلال شهر آب الحالي بعد انقطاع دام نحو عام. تشديدات أمنية من قبل قوى الشرطة والأمن العام والجيش الوطني والشرطة العسكرية على مداخل ومخارج مدينة الباب بالتزامن مع افتتاح المعرض الاستثماري الأول في المدينة. تحليق لطيران التحالف المروحي على علو منخفض تزامناً مع وصول معدات وأسلحة إلى حقل العمر النفطي في دير الزور بحسب مراسل حلب اليوم. مقتل 3 عناصر لقسد وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف سيارة عسكرية لها من قبل مجهولين قرب الشحيل شرق دير الزور بحسب مراسل حلب اليوم. قسد تعتقل فتاة وتقتادها إلى معسكرات التجنيد التابعة لها جراء مشادة كلامية بينها وبين أحد عناصر قوى الأمن الداخلي لقسد في مدينة منبج.